شنقول لك ديك البنت اللي كنت كنتخايلها في دماغي كي غادي ديك البنت اللي كنت كنقول انا عايش معاها وبزاف ديال الحوايج، البنت اللي كنت راسم في الخيال ديالي كنقول راه ما نتزوجش تلقى شي بنت بحال هكا في هاد المواصفات هادو، البنت اللي في شكل الصراحة كتفهمش كتفهمك بلا ما تدوي وبزاف ديال الحوايج و ساحيت ليها بزاف فهمتي، لقيت فيها داكشي اللي كان خاصني وكملاتني الصراحة والله. جينا وسبحان الله تقاتلنا، وانا رغم ذلك كنت غادي في واحد الطريق اللي شويه خايبه في الهلاك وهادي وشي مشاكل فيه، المهم الطريق اللي كتدي للحبس تلاقيت معاها الصراحه، بقات كتنصحني قالت لي بعد من داك الطريق وداك الشيء ما صالح لك هذا الشيء، فاش كنا مازالين غير ما عارفين صافي قالت لي بعد من داك الطريق ما صالح لك شو داك الشيء، قالت لي شوف خدم شي خدمه ديال الحلال وداك الشيء اللي كان جاب الله تيسير، بدينا وربي يستر من عنده. كنت كنسكن في فاس صح، عشان نقول لك فاس فيها بزاف ديال الذكريات زوينين وبزاف ديال الذكريات.